معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذ مشير الصايغ رئيس مجموعة الصايغ. ألو، مساء الخير. مساء الخير أستاذ مشير. أهلين يا سيدي، أنا سعيد جدا أنه يطرح هذا البرنامج على محطة رؤية. نعم. والواقع أني يعني حابب أحكي فقط بالنسبة لموضوع الصناعة الغذائية في الأردن. نعم. أنا سعيد جدا لما ينحكى عن موضوع أنه يعني بدنا نميز بين المصانع الكبيرة وهي أعدادها محدودة ولكن حجم إنتاجها كبير جدا، وتنافس من حيث الجودة والنوعية والضخامة والإنتاج وكل الأشياء يعني تضاهي الأجنبية. نعم. كثير من الإخوان اللي حكوا يعني سمحوا مقابلات، أنا بعتقد في تحامل غير صحيح على الصناعة الأردنية، والسبب أنا بجوز أحمل مسؤوليات للمصانع اللي هن ما بيعلنوا عن نفسهم بالشكل المناسب زي ما بتعلن الصناعة الأجنبية وغيرها. أنا أؤيد وجود صناعات تحت الدرج وهي بتضرب سمعة الصناعة المحلية، ولذلك إحنا بنقول لوزارة الصناعة، أنت لما بتيجي بتفتش على المصانع الكبيرة أو وزارة الصناعة أو وزارة الدواء والغذاء أو الصحة، بفتشوا على المصانع الكبيرة، وفي المصانع الكبيرة لا يجدوا شيء لأنها كلها تتبع كل أنظمة السلام العامة، وزي ما تفضل وذكر أخونا حول فوق 200 مؤسسة عندها علامة الجودة العالمية أو هذا. فلذلك نحن نتحدث الحقيقة أنه يجب أن نحترم صناعتنا الكبيرة وهي تنافس زي ما حكيت صناعة الخليجية والسعودية والعالمية، وموجودة في كل البقاء كل السوبر ماركت في الأردن موجود فيها هذه الصناعة. أنا ما بدي أحكي أسماءها عشان ما تقولوش دعاية ومش دعاية، لكن الواقع تحت ما استفديش بعضها كمان. نعم. لذلك نرجو يا أخوان إنه يجب أن نعطي حقها للصناعة الأردنية الكبرى. أما أنا مش مسؤول عن المصانع تحت الدرج، ومش مسؤول عن الصناعة البضايع المهربة وأجي أحمل مسؤوليتها للمصانع الأردنية. الحكومة المسؤولة عن المصانع، وهذا للأسف يستغلها بعض ضعاف النفوس وبيجوا بحملونا المسؤولية. أنا على اطلاع أي إحنا مصانع دهانات ومش خلصانين من يوم وزارة الصحة ويوم وزارة البيئة، فكيف المصانع الغذائية؟ طيب. وأنا بفتخر إني أنا بزودهم بالعلب لكثير منهم، علب المواد الغذائية، وبشوف الفحوصات وبشوف المختبرات وبشوف كلها مراجعات. فنرجو إنه يفهم إنه الصناعة الأردنية في معظمها يا إخوان جيدة، لكن مشكلتنا كيف نتغاضى عن المصانع والصناعات الصغيرة اللي مش عم توصلها المؤسسات الحكومية لأنها مش مبينة. لذلك نرجو التركيز يا إخوان، إنه نأكد للإخوان بيتحدثوا إنه يركزوا إنه صناعتنا الكبرى والوسطى جيدة جدا وممتازة وتتبع كل أساليب السلام العام المطلوبة، وشكرا. أشكرك سعادة الأستاذ مشير الصايغ رئيس مجموعة الصايغ.